هذا البرنامج برعاية وعشنا بس روحنا نبقى دعانا يا ناس بص دايما حواليك شوف غيرك محتاج ايه محتاج حلا طب عليك محتاج علاج محتاج غذاء أو لقمة عيش تقوي بيكم مشاهدينا وفقرة جديدة ونجوم الخير و30 نجم في رمضان و30 حالة إنسانية بالتعاون مع شركائنا في الخير بنوك الخير بنك الطعام بنك الكساء وبنك الشفاء. يلا بينا مشاهدينا ونشوف حالتنا الإنسانية النهاردة محتاجة إيه ونشوف كمان النجم اللي فضى نفسه ووقته ونزل اشتغل معانا لله هيكون مين النهاردة وربنا يتقبل. وحشاني يا أمي بعدك ما وقفش دمعي بعدك كاسر لي قلبي ده أنا عايش مع حزني وحشاني يا أمي بعدك ما وقفش دمعي بعدك كاسر لي قلبي أنا عايش مع حزني أيام 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 وهي بتعدي أيام 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 وهي بتعدي محتاج ايه مشاهدي فقرتنا نجوم الخير النجم اللي معانا النهارده هو الفنان إيساف اهلا بيك كل سنه وانت طيب اهلا بيك يا دعاء كل سنه وانت طيبه وكل سنه وكل المشاهدين طيبين ورمضان كريم على كل الناس ان شاء الله الله اكبر مش اول مره نتقابل وانا بفرح باي دعوه منك ليا في اي حاجه حقيقي احنا على طول لما بنلجا ليك في اي اعمال خير انت على طول بتفضي نفسك وبتجيلنا والنهارده هو في كل المشغوليات بتاعتك فضيت نفسك وكنت معانا فاحنا بنشكرك الحمد لله ربنا يخليك الحمد لله والله الواحد بيحاول يعمل كده بقدر الامكان بس انت بالاخص ليكي معزه خاصه في قلبي يعني ربنا يعلم يعني وعند المصريين كلهم ربنا يخليك احنا طبعا عملنا مع بعض من حوالي 5 سنين اغنيه وحشاني يا امي صح وكانت مشاعر يعني انا كتبتها بعد ما فقدت امي وفي نفس الوقت ده كان انت برضو فقدت مامتك وباباك وعلشان كده اتجمعنا بقى في في الحزن في الحزن ربنا يجمعنا في الفرح هي الحياه عامه شويه حزن وشويه فرح هي دي الدنيا يعني طبعا اكيد مش هتمشي طول عمرها كده ولا كده يعني لا يمكن وهم بقى ان شاء الله يا رب كده يكونوا سبقونا على الجنه ونحصرهم على الجنه يا رب اتمنى ربنا يرحمهم يا رب واحنا عملناها بنيه كده خالصه يعني صدقه عن امهاتنا واهلنا وامنا الله يرحمهم ربنا يرحمهم وبعدين الايام دي بتاعت رمضان
بتفكرني دايما بامي وابويا والطقوس بتاع زمان. احنا دلوقتي الجيل بتاعنا كله والجيل اللي طالع جديد كله شكله كده رؤيتي ان هو هيفتقد الطقوس دي كلها. العادات والتقاليد، مثلا الشيخ الشعراوي قبل فطار ابويا كنت بصحى انا دايما اواجه المدرسه، كان رمضان في الشتاء دايما كنت باجي المدرسه الاقي ابويا قاعد بيشوف الشيخ الشعراوي بعدين القران بعدين نبدا نتجمع على الفطار. الحاجات دي مش موجوده كتير دلوقتي في مصر زي الاول خالص. الاجيال الجديده ما عندهاش الكلام ده، حتى لو كانوا اسر ايوه مفتقدين الحاجات دي. في حاجات زي كانت بتاعتنا احنا ده اللي بحس موجوده دلوقتي. طبعا يعني انا بشوف ده في اخواتي لسه، عشان اخواتي برضو يعني جيل اكبر مني وعشنا ده مع اهالينا فلسه فيهم. انما انا مثلا يعني انهم يعملوه مع اولادهم بيحاولوا يعملوه مع اولادهم. وبعدين حتى مش رمضان بس، يعني مثلا عاشوره. فاكره انت امي الله يرحمها تعمل عاشوره يوم عاشوره؟ الحاجات دي مبقاش تحصل في البيوت المصريه زي زمان. فاهم موجوده بس قليله كدا. في العيد ينزلوا يعملوا كعك، هم امي وخالتي مثلا تيجي تقعد تعمل كعك بنفسها وتوديني وانا صغيره اودي الفرن الصاج اعمله، مبقاش في الكلام ده. ينزلوا يشتري دلوقتي من اي مكان الكعك بتاع العيد وخلاص خلص الموضوع. الروح دي ما بقتش موجوده للاسف. معايا حاجه مضايقاني جدا جدا. انا متضايق من الموضوع ده جدا بصراحه فعلا. يعني فقدت كتير من روح الايام الحلوه. ايوه يا رب يعيدها تاني ان شاء الله. يعني بتمنى والله يا رب. والله كنت قريب كده من فتره عند ناس صحابي بزورهم، لسه ولد وبنت متجوزين جداد، فلقيت الولد بيقول لي والله بص يا سافر انا ناوي ان شاء الله اعمل في بيتي زي ما كان في بيت امي وابويا. فعجبني جدا ده فكري برضو. انا ما اتجوزتش لسه بس هو اتجوز فبيتكلم. انا لو يا رب اتمنى بصراحه يا رب هو يعني قرر يعمل ايه في بيته؟ قرر يعمل نفس اللي كان بيحصل معانا كلنا في بيوتنا اللي انا بحكي لك عنه ده. قال لي مثلا يوم عاشوره هعمل عاشوره واخلي ولادي يجوا يتجمعوا نتغدى سوا ونتعشى سوا، عامل زي ما كنت في بيت امي وابويا. عايز اعمل روح الاسره تاني. دي احلى ما بلاش نتجمع دلوقتي خالص. احلى حاجه ورمضان كان ليه طعم تاني. كل حاجه كان ليها طعم تاني. سمه العصر اختلفت تماما. الشيخ الشعراوي فين دلوقتي؟ لما كان بيجي قبل الفطار نقعد كلنا نتجمع نسمعه، او انا حتى لو لا عشان كنت صغير كنت بشوف ابويا على طول طبعا. قاعد قدامه بيسمعه بيتفرج عليه وبعدين القران بعدين يلا الفطار. الحاجات دي مبقتش موجوده. مدفع الافطار فين؟ مدفع الافطار اضرب فين الحاجات دي؟ في حاجات تانية تضرب دلوقتي. طب كويس ان لسه في قطايف وكنافه. انا ما اقدرش اعيش من غير القطايف. القطايف دي بالنسبه لي سحر فعلا. وانا كمان حياتي بصي انا عايش لوحدي تمام، بقالي مثلا حوالي 8 9 سنين بعد ما ابويا الله يرحمهم توفوا عايش لوحدي تماما. فلو ما اتعزمتش على الفطار عند حد بفطر لوحدي. رمضان ما عداش بقى عليا خالص. لكن لما بتعزم مثلا عند قرايبي عند حد من اصحابي ما بكدبش خبر على طول، بقوم نازل واخد الحاجه بتاعت كل يوم ومتجه عليهم على طول. اللمة حاجه تانية طبعا جدا طبعا. والقطايف والكنافه ما ينفعش واحد يقعد يفطر لوحده كده يبقى مسكين وغلبان. خلاص مش رمضان. لا بالنسبه لي يبقى الموضوع عادي بقى هو نفس اليوم. فانا بتمنى المره دي بوجه لكل الناس اللي يعرفوني يعزموني 30 يوم. لو ما عزمتنيش ما حدش هفضل نايم. هقعد جعان. طيب عايز اسالك يا اساف على الموضه. طبعا انت عامل دقنك على الموضه. ايوه صح. كل الشباب عاملين. بس انا اول واحد. انت اول واحد عملتها؟ اول واحد في مصر. من قد ايه؟ من سنه؟ من سنه. كانت لسه كانت انا كنت في امريكا من سنه. هي دوبك دلوقتي بدانا نلاحظها من كتر ما كله عاملها. صح. لكن انا عملتها كنت في امريكا. في امريكا عملتها، شفتها هناك عند على كل الناس عاملينها. أيوة. كل المودلز المشاهير هناك واللي في اوروبا كمان عاملينها. والنجوم كلهم عاملينها. فانا قلت انا هنزل مصر هبدا هعمل السكه دي. انا عامه طول عمري من وانا صغير بحب اختلف تماما عن اللي بيحصل. بس ما اكونش نشاز. ايوه يعني مثلا ما البسش حلق. لا ما اركبش عربيه غريبه بس ما اركبش عربيه صفراء مثلا فاهمه. يعني بتحب تمشي على الموضه بس بعمل حاجه مختلفه. حتى لو ما كانتش موضه ممكن اخترع انا موضه. بس ما تكونش نشاز يعني ما اصبغش شعري اصفر مثلا ما البسش حلق. الحاجات دي كلها مختلفه. الناس هتبص لي. بس انا احب اعمل حاجه المختلفه اللي تكون فيها برضو رجوله وفيها حتى لو فيها شرقيه لحد ما او فيها عالميه. بس ما تهزش من كياني انا كراجل يعني. ايوه يعني خالص. في اطار عاداتنا وتقاليدنا برضو. في الاول قعدوا يهاجموني كتير طبعا علي. ناس كتير قعدت تهاجمني وما زال. لا بس هي شكلها طبعا بتبقى غريبه وكل يقولوا كل ما الواحد يكون ستايل اكتر وعلى الموضه اكتر يقوم يطولها اكتر. ايوه صح. انا مستني والله غريبه يعني. انا مستني لا كفايه كده. انا كتير يعني 80% من الناس او 80% من الناس اللي متابعيني مش حابينها بصراحه. بس انا من النوع اللي انا دايما ببقى عايز اعمل حاجه بعملها. بكمل يعني بسمع اراء الناس وبحترمها وعلى راسي وكل حاجه. بس عندي رؤيه
يعني انا مثلا في 80% زي ما قلت لك او 70% الموضوع مش عاجبهم قوي، شكلك الاول احسن. تمام، انا هرضيهم وهعمل لهم ده بس بشكل يليق بقى برايهم ده. بمعنى ايه؟ مثلا معنى وانا بصور كليب ان شاء الله في العيد او بعد العيد هشيلها في الكليب نفسه مثلا. هي خلاص اصلها اخذت وقتها وهتطلع. خلاص انا عملتها بقى، عملت انت عملتها وبدات وخدت هجمت الهجمه بتاعتي، باي باي بقى، كفايه بقى، عيش انت بقى. صح كده، ده ستايلي كده، تمام. صح. احنا عموما قربنا خلاص نوصل للحاله الانسانيه اللي احنا رايحين لها يا اساف. يلا نستعد وننزل لها، وربنا يتقبل كده نزولك وشغلك لله بالمجهود النهارده معانا. والله اتمنى ده يبقى في ميزان حسناتنا، اي حاجه الواحد بيعملها في حياته حلوه اتمنى ربنا يتقبلها يعني. يا رب ربنا. وانت دائما سباقه بالخير على الشعب المصري كله يعني. ربنا يكرمك بمجهوداتك انت وكل الناس اللي معاكي. ربنا يكرمك وربنا يتقبل، وهو ده اصله اللي قاعد لنا. احنا يوم القيامه هنبقى في عرض حسنه عملناها في الدنيا ان شاء الله. والله في الدنيا كمان، حتى مش يوم القيامه بس. برافو عليك. كله بيعود في الدنيا وفي الاخره الاثنين يعني. صح كده، الواحد لما بيعمل خير هو ده اللي بيفك الكربه. طبعا هو ده اللي الواحد لما بيجي يدعي ربنا يقول له يا رب بحق ما انا عملت. والله بصي، اصل انت بتعملي خير دلوقتي، ما تسيبنيش. بتعملي خير حقيقي. انت بتسعدي ناس، انت مش لا تتخيلي اسعاد الناس ده عباره عن ايه بجد. كانوا محتاجين او مش محتاجين يعني، مثلا ساعات بيقولوا لي احنا عايزينك تيجي للاطفال عشان في يوم اليتيم عشان بروح ما باخدش اي فلوس وببقى مطبق او بصحى من النوم مخصوص عشان اروح. انا اللي بسعد اصلا لما بلاقي في اطفال بيضحكوا، اي حد بيساعد بيفرح. لما الواحد بيدي بيفرح اكتر كمان من اللي خد حقيقي. فانا بحس بالشعور ده لما بحس ان انا اديت، حتى لو بسمه لحد بحس ان انا يعني فرحان اكتر كمان منه كمان. الحمد لله ربنا يتقبل، ودي نعمه من ربنا ان انت عندك الاحساس ده، دي نعمه من عند ربنا. الحمد لله. الحمد لله. يلا بينا ننزل ونشوف حاجه محتاجاها. يلا اتفضلي. ببص كتير وافكر في حالي وحال الناس، بنتولد في لفه وبنسيب الدنيا في اللفه، وبين اللفتين بناخد من الدنيا لفه. كل سنه وانتم طيبين. احنا جايين لكم النهارده في برنامجنا النهارده فقره نجوم الخير، ومعانا النجم المطرب ايساف. اهلا بيك. وجايين علشان نشوف احتياجاتكم. اول حاجه عايزه اتعرف عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاج عارف عامل سلام. اهلا وسهلا. نجاة محمد، نجاة عبد الله. اهلا وسهلا. انتوا عندكم كام عيل؟ انا عندي 6 ما شاء الله. عندكش ولاد خالص؟ كلهم بنات. ابو البنات سعيد ليه الجنة معروفة دي. الحمد لله والحمد لله، ربنا يبارك فيهم ربنا يخليهم لنا. هو انت بتشتغل ايه يا حاج؟ والله انا كنت شغال شباب. بس عملت عمليه الطرب والدعامه وممنوع من اي مجهود بقى لسنه. سلام. الف سلام عليك. امال انتوا بتصرفوا ازاي الفتره الاخيره دي؟ اجرين لنا حته الارض. اجرين حته ارض احنا قاعدين فيها 6 دول، وننزل عشان نغير الدور. وانتوا عايشين هنا يا حاج؟ ده بيتكم اللي انتوا عايشين فيه صح؟ ربنا يجعله كده عليكم جنه ان شاء الله. طيب يعني مثلا انتوا بيدخل لكم من الملوخيه اللي بتبيعوها دي كام يعني؟ يعني 30 جنيه 25 35 50 في الايه؟ في اليوم. في اليوم. يعني بيمشي الحال. انتوا 8 كده؟ انتوا 8 انتوا عايشين في الاوضه دي؟ من متجوز؟ لا هناك في شقه عندنا. عندنا شقه في البيت العيله. عندنا مع العيله كلهم. العيله كلها والورث بتاع الورث. لنا شقه بس خدمتنا كلها هنا هتلاقينا. دي قاعده جميله وزي الفل، احلى من اي بيت. والله انا اتمنى اعيش معاكم لو الله يخليك. والزرع الجميل. الف حمد. الف حمد. الحمد لله دايما ان شاء الله. الحمد لله. بس انت ليه بتدمعي؟ احنا جايين نفرحك ما تعيطيش. مال فرحه يعني. في حاجه عندي كمان، العيال عندهم مرض. مرض وراس. وراس. يعني تعبين من الموضوع. يا حبيبتي. عندي 4 4 بنات من 6 كده؟ طب ما راحوا للدكتور بيقول والله ايه؟ والله القصر العيني اكتر من 20 مره. ايوه يعني في الاخر التشخيص ايه؟ يقول لك على ده وراسه. ايوه وراثه، مش ليه مراهم او ليه حاجه؟ بيجيب مراهم ويجيب حاجات وادويه. وراثه لمين؟ للست الوالده ولا ليه؟ ما عندناش ولا هنا لا انت ولا هي. هو بس عشان اقارب.
انتوا اقارب. انتوا قرايب. احنا الفقره بتاعتنا برعايه بنوك الخير، بنك الشفاء، بنك الكساء، وبنك الطعام. فاحنا هنوصلكم ببنك الشفاء، وان شاء الله يعالجوا البنات، والدكتور المراهم او الادويه اللي هو هيكتبها هم ان شاء الله هيتكفلوا بيها ويجيبوها لكم شهرين باذن الله. ماشي. وفي حاجه بسيطه، شنطه رمضان كده، حاجه بسيطه هننديها لكم. وقولي لي، هو احنا اصلا ايساف جايين عشان العروسه صح؟ فين العروسه؟ فين العروسه؟ الف مبروك، الف مبروك. ازيك يا عروسه؟ مبروك، ربنا يتمملك بخير. فين عريسك؟ هرب. صباح سعيد كمان. اجدع ناس، اجدع ناس. ايوه، كل سنه وانتم طيبين. دي حاجه بسيطه، وايساف هيقول لكم بقى احنا جايبين لكم ايه الجهاز العروس. احنا جايبين لك انت ان شاء الله، عشان انت عروسه، بوتاجاز وغساله وخلاط وثلاجه. عايزه ايه تاني؟ والانبوبه كمان بتاعت البوتاجاز عشان ما تطفيش على الطوابير. الف مبروك يا حبايبي، الف مبروك، وربنا رمضان كريم عليكم جميعا. يا رب، الف مبروك، كل سنه وانتم طيبين. يا رب يا رب يا رب، ما يفعل خير في الدوله دي بالذات. يا رب ان شاء الله ربنا يتقبل كده، مصر تفضل طول عمرها بخير. ربنا يكرمكم ان شاء الله. ربنا يكفيك ان شاء الله. امين يا رب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بس روح طبطب حرير، لو عشنا بس لروحنا نبقى دعنا. يا ناس بص دايما حواليك، شوف غيرك محتاج ايه.